فضيلة الشيخ، إن الشيخ كثر يعني من يتهم بالنفاق في هذا الزمان، ولكثرة يعني من يتهم ولا من يتهم غيره؟ من يتهم غيره. نعم. ويستدل بالآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وغيرها. فما هو ضابط النفاق يا شيخ؟ النفاق بارك الله فيك نفاقان، نفاق اعتقادي هذا محله القلب ولا يعلم به إلا الله، ولهذا بعض الصحابة الذي حصل من مخالفة يقول عمر أو غيره إنه قد نافق، فينهاه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنفاق الاعتقادي محله القلب، ولا يجوز أن يرمي الإنسان به أحدا. النفاق العملي أن يأتي خصلة من خصال المنافقين، فلا بأس أن نقول هذا منافق بهذا الفعل. فإذا رأينا الرجل يحدث ويكذب قلنا هذا منافق. بإيش؟ نفاق اعتقادي ولا نفاق عملي في هذه المسألة؟ في هذه المسألة إذا رأيناه إذا قام إلى الصلاة قام كسلان نقول هذا منافق، لأنه أشبه المنافقين في قيامه إلى الصلاة على وجه الكسل. فالنفاق العملي واسع، كل من وافق المنافقين في خصلة من خصالهم فإنه منافق، لكنه منافق بهذا العمل خاص، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه علامة المنافق، لكن هل هذه العلامة تصدق على كل من قام بهذا؟ لا، قد يقوم بهذا أناس من المسلمين فنقول هو منافق في هذه المسألة. نعم.